النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك لحظة دخول ملائكة ثم ملك الموت بعد ذلك. بالله عليك تخيل معايا كده، ده ملك الموت داخل عليك ومعاك تحت المخدة الفلوس اللي انت جبتها من الحرام، معاك تحت المخدة علبة السجاير اللي انت حاططها، معاك في نفس الغرفة الشيشة اللي انت مجهزها، معاك في نفس الغرفة الدش متولع على قناة إباحية، معاك أي حاجة حرام تتمنى يخش عليك ملك الموت وانت واقع في اي معصية، تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت قاعد في السينما او في المسرح، تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت في اي معصية تغضب بها ربنا سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت عايزك تتخيل ملك الموت داخل عليك، قدامك زوجتك الجميلة، حواليك فلوسك واولادك والفيلا اللي انت ساكن فيها، ورغم ذلك مفيش حاجة نفعتك، كل دوت هيتسلب منك في لحظة، لان النبي سمى الموت هادم اللذات. كل اللذات الجميلة اللي قدامك دي، زوجتك الحلوة، أولادك الجمال، فلوسك، ملكك، اللي انت عايزه كله أو اللي انت عايشه كله، كل دوت هيتشال في لحظة، كل ده هيتلغي في لحظة، كل دوت ألا تخافوا، متخافش من اللي جاي وما تحزنش على اللي فات بقى، سيبك من كل اللي فات. لكن المشكلة مش في كده، المشكلة أي نداء هينادي علي بيه ملك الموت، ملك الموت دي لحظة صعبة جدا. تخيل حضرتك طالب في ثانوية عامة واقف بيسمع نتيجة الامتحان، وشتان شتان ما بين نتيجة كلية ولا ثانوية ولا غيره وما بين دخول جنة أو نار. تخيل حضرتك هو رقمه مثلا 5000، والعمال الراجل عمال بينادي 4997، 4000 سمم، ده بينادي على أسماء مين؟ على أسماء اللي ناجحين او على ارقام اللي ناجحين، 4997 98 99، ولو عدى وقال 5000 واحد انت ساقط، ولو قال 5000 انت ناجح. فانت على طول خدت نفس وكتمته وما انتش عارف هيقول ايه بالظبط. 4999 فجأة 5000، فرحة الدنيا كلها دبت في قلبك لأنك نجحت وراح كلية. لا تخيل بقى وانسى المثال ده، تخيل بقى انت مش نجحت وراح كلية، ده انت نجحت وراح نعيم قبر، وراح جنة، وراح لرضوان الله سبحانه وتعالى، راح لنعيم بجد، نعيم حقيقي، نعيم خالدا مخلدا، مفيش أمراض، مفيش أسقام، مفيش فقر، مفيش جوع، مفيش قوة عاملة، مفيش بقى ناجح ولا ساقط ولا عايش يتيم ولا عايش، ده أنت هتعيش في نعيم في جوار الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فأي نداء ينادى عليا؟ يا ترى هيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، ولا هيقول التانية يا أيتها النفس ال بعد الألف واللام، الجسم العروق فيها هتنتفض، الدماء هتتجمد، ما انتش عارف هينادي عليه يقول ايه، يا أيتها النفس الطيبة ولا الخبيثة، ما بعد الألف واللام هتعرف مصيرك. وفي الوقت دوت انت مستني النداء ومستني طلوع الروح، وانت لوحدك اللي شايف، شايف ملائكة الرحمة، احنا بنتكلم عن المؤمنين دلوقتي، انت شايف ملائكة الرحمة وشايف ملك الموت قدامك عند راسك وبينادي عليك، وكل اللي حواليك في الغرفة لحد شايف ولا سامع، كما قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.